أخويا يا روحي الهادي ما يا حسين ومصاب ضعت نسيتها شرفي نسيتها بالكعبة نسيتها الله أكبر يا حسين ومصاب هلا بوي ولجل العين سجابه لجل العين سجابه زينب تيوين وجنا بارك الله بكم هلا يا حسين ومصاب واقف عن جهامتي لاجل العين سجابه أرضى عاصب كربلاء على ضيوفها يا ابا عبد الله مذكور ان شاء الله مذكور دنيا واخره ان شاء الله ان شاء الله ارضى عاتب كربلاء على ضيوفها شلون ويا اهلي المجيد معروف من نسولف لك يا هل تنشد صار ما يشف دمعك ابني لولا نهار صبط عيش مهيوب من غير الانصار اجسهم ظلت على سارة بلا هوف البحراني باقي بحراني هسه كان هنا واقف بحراني من نسالف لك يا هالة انشد شصار هذا النص رحم الله والديه من نسالف لك يا هالة انشد شصار ما يشيف دمعك بلي لولا نهى صبط عيش مهيوب من غير الانصار اجسهم ضلت على ثارة بلا هوف ارد نشدت ويا ابو فاضل الحيد ارد نشدت ويا ابو فاضل الحيد جاوبتني انقطع من عند الوري وانفضاخ راس بعه عمود الحديد وجثته فوق الوطية شفوف أرنا نشدك جاوبيني بالصحيح إحوين وقفت زينب وقامت تصيح إحيا حسين يا كتر طايح جريح
عفوها هيخ لعداك جاءتنا صفوف. الى المرحوم حاج زاير. اهرنا ليش دس جاوبيني بالصحيح احوال وقفت زي نبي وقامت تصيح احيا حسية لبياك تور طايح جريح او هاي خيل لعداك جد تصفوف. قامت تنادي ودمعها يسيل دم قامت تنادي ودمعها يسيل دم ام يا حسين القوم جاتنا للخيم عسكر ابن زياد يم ذهب هجم على طلب حقبك يا بن معصوف. حسين حين السمع زين بنادته حسين حين السمع زين بنادته فورت به الغضب ترشيمته نهض من الارض لا كن كبدته ويا السهم طلعت وعينه تشوف حسين حين السمع زين بنادته فهورت به الغضب انطر شيمته نهض من الارض لا كن كبدته ويا السهم طلعت وعينه تشوف دينت زينب ليه لا اكينها هوت اتفاق جسم ونادته اخيامك دوت ابن اروى اطفالك يا بول يما نوت اتليك قل شلون ترضى تعوف شيمتك جينا يا بين تحليل فحول من وطن جدنا النبي لهادي الرسول بالمدين من يشدون شاقول قل لي اسم الله حسي البار بطفوف شان قيلهم ضال طري حب كربلا شان قيلهم ضال طري حب كربلا طبري ولا الساعة ما حد غسل وقامت طيور الوحوش بالفلا وقامت تزور الطيور بالفلا آية الله أو به كم محروف ترضى خويا يا يجبونا
الليل وانا خذل الموت وامحي سيوف ترضى خويا يركبوا ونعلى ونهزل ترضى خويا يمشي ودمع عيني يهل ترضى خويا من عقوب عنا كذل وانا خذل الموت لم عشي يوفى.